احنا في يوم سعيد، يعني عندنا حرص شديد كلنا في فريق الاعداد وكل الناس هنا ان صحتنا وصحتكم كمان تكون اولويه لينا في البرنامج، وعشان كده احنا يوميا معانا فقره رياضيه مع خبير الصحه الحركيه كابتن مسلم عمر. هنحاول كده ننشط جسمنا ونعمل شويه حركات تخليه في حيويه ونشاط نقدر نستقبل بيه يومنا وكمان نقضي الويك اند واحنا في كامل لياقتنا البدنية. نتابع وبعدها نرجع ليوم سعيد. صباح الخير، صباح الأمل، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة على قناة المحور في برنامج يوم سعيد والفقرة الرياضية. أول تمرين عندنا إن أنا بقف عادي خالص وبنزل بالراحة جدا، رجلي مفرودة ما تتنيش، مفتوحة باتساع الصدر أو أوسع شوية، وبنزل بعمل 1 2 3 4، وده مهم جدا لكل الجانب الخلفي في جسمي إن أنا أعمل له إطالات ويبقى جاهز علشان لو حصل حركة فجائية ما يحصلش عندي تمزق في العضلات الخلفية للرجل. طيب التمرين الثاني اللي بعد كده سهل جدا اللي هي للمنطقة الأمامية. عندي تمرينين، يا إما نقف أسند على حاجة وأمسك في حاجة وأمسك مشط رجلي وأعمل كده 1 2 3 4، هوب، الثانية 1 2 3 4. طيب انا لو مش قادر اعمل بالانس او انا عندي مشكله في الركبه، بالراحه خالص بسند على باب او بسند على كرسي او بسند على اي حاجه وبعمل ايه، بزق 1 2 3 4، مفيش اسهل من كده، ورجلي التانيه قدام 1 2 3 4، بس صراحة ان انا المشط بتاعي بيكون باصص قدام مش واخد جنب او كده. هنخش بعد كده على منطقه الوسط، برفع ايدي فوق بمسك منطقة الساعة هيت وبرفع وبميل 1 2 3 4 5، وبنزل وبعمل 1 2 3 4 5. طبعا انت هتقول لي اعد 5 عدات ولا 7 عدات ولا 10 عدات، والله 3 4 5 10 15، بس اهم حاجة زي ما اتفقنا ان احنا ما ينفعش نضغط على نفسنا جدا في اي تمرين. أتمنى لحضراتكم يوم سعيد وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة ومعلومة جديدة ويوم جديد ويومكم سعيد.